لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الخامس من دروس تفسير سورة الأحزاب، ويبدأ من الآية 19 من السورة الكريمة وما بعدها بحسب ما ييسر الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. هذه تكملة لقصة غزوة الأحزاب، ولا زال الحديث دائرا حول المنافقين. نسأل الله أن يطهر قلوبنا من النفاق أجمعين، اللهم أمين. فهم دائما يخذلون المسلمين ويفتون في عضدهم ويعوقونهم، فالله عز وجل يقول قد يعلم الله المعوقين منكم. قد إذا دخلت على الفعل الماضي أفادت التحقيق، وإذا دخلت على الفعل المضارع أفادت التقليل، يعني قد يكون وقد لا يكون، الاحتمال. ها، قد ألقاك غدا وقد لا ألقاك. إلا في القرآن الكريم غالبا، يعني قد إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التقليل، إلا في القرآن الكريم غالبا وليس دائما. زي عسى مثلا تفيد الايه؟ الترجي، لكن في القرآن والسنة تفيد التحقيق برضك ايه؟ غالبا. ها، واجبة. ليه؟ لان الاصل انها في القرآن الكريم تفيد التحقيق، الا اذا دل دليل على ايه؟ على انها على بابها، انها تفيد الايه؟ التقليل بالنسبة للقد او الرجاء بالنسبة للعسى. قد يعلم الله المعوقين، يعني علم الله المعوقين. تمام. المعوقين الذين يضعون العوائق، الذين يثبطون الناس، يثبطون المؤمنين، الذين يعني يعقدون لهم الأمور، الذين يخذلونهم. رجل من المؤمنين كان في غزوة الأحزاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسله عمه ليأتيه بطعام ولحاف، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له وقال أخبر من تلقى أن يرجع إلينا، لأن طبعا الثلاث تلاف الناس مشوا كل واحد راح بيته، بقي 300 فقط، فيعني أمره أن إيه؟ أن يذهب فيقضي حاجته، ثم يعني إيه؟ يرجع يخبر الناس كل من يلقاهم أن يرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فكنت أخبر كل من ألقاه أن يرجع وسلم فلا يلوي عنقه، يعني ما يرجعش، بل حتى ما يبصليش أصلا، ما هو يلوي عنقه يبصله كده أو يمين أو شمال ما يبصش من شدة الايه؟ الخوف والبرد والايه؟ والجوع. تمام. وبعدين قال فذهبت فوجدت أخي، أخوه في النسب يعني، جالسا عنده شواء ورغيف،
وشراب، ها، فهو يأكل ويشرب. فقال له المؤمن، قال لأخيه في النسب اللي هو المنافق، قال له: أنت ها هنا في الشواء والرغيف والشراب ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين السيوف في البرد، قال: تعال إلى هذا، يعني سيبك من الكلام ده كله، تعال كل معايا، فضك من الموال ده، تعال إلى هذا، فوالله لن تقوم لهذا الرجل قائمة أبدا. كفر والعياذ بالله. إنهم قد جاءوا واجتمعوا ولن تقوم له قائمة أبدا. قال: كذبت، والله إن الله سينصره، ولأذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت. اللي انت قلته ده هروح أقول للنبي صلى الله عليه وسلم على اللي انت قلته. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل أن يبلغه نزلت الآية: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، تعالى كل، ولا يأتون البأس إلا إيه؟ قليلا. الروح يفشي الجهاد إلا عشان يتصوروا، خدت بالك؟ يتصور جنب الدبابة كده، يتصور جنب السيوف، ويتصور كده جنب البنادق، وخد الصورة وشيرها على الفيس، والبطل الكبير. ها؟ والسلام عليكم. تمام. فطبعا ياخد منظر، ياخد اللقطة زي ما بيقولوا كده، ياخد اللقطة. ولا يأتون البأس، يعني القتال الجهاد، إلا قليلا. قد يعلم الله المعوقين إيه؟ أوقف عند منكم دي، منكم الخطاب كده إيه؟ للمجتمع كله، المؤمن والإيه؟ والمنافق. طب وهل المنافقون منا؟ إذا كانوا يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، كفر هو يا جماعة. والمؤمنون يقولون إيه؟ قالوا إيه؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وإيه؟ وتسليما. وبعدين يجوا يعوقون ويقولوا تعالى إلى هذا، فالله لن تقوم لهذا الرجل قائمة أبدا. ويبقى منكم إزاي؟ أي منكم في الظاهر، في الظاهر يعني الصورة والشكل هم معاكم، لكن ما في قلوبهم وما يفعلون ها ليس من الإسلام في شيء. تمام. والقائلين لإخوانهم، إخوانهم على الرواية ديت يبقى أخوه في النسب، يعني المقصود بإخوانهم إخوانهم في الإيه؟ في النسب. ولكن الراجح والله أعلم أن القائلين لإخوانهم في النفاق، تعالوا تعالوا يا جماعة كلوا هنا وانبسطوا وظبطوا وخلاص، ويسيبوكم الكلام ده كله، هلم إلينا، تعالوا إلينا. ها، يبقى عايزين يعملوا حزب هم كمان، وبالتالي حزب مناوئ للإسلام. وسبق أن بينا أن الحزب هو أي اجتماع على شيء، أي اجتماع على شيء يسمى إيه؟ حزبا. حتى الذين يقول نحن ضد الأحزاب هم في الحقيقة إيه؟ حزب ضد الأحزاب، خدت بالك؟ آه، هم حزب ضد الأحزاب. فما تمسكش في كلمة حزب وتقعد إيه؟ تتكلم وتسيب المضمون. كلمة حزب أصلا تدل على الجماعة الذين اجتمعوا على شيء، صح غلط هو كده، خدت بالك؟ وربنا عز وجل: ألا إن حزب الله هم الغالبون، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ربنا له حزب اهو سبحانه وتعالى. بس لا يصلح أن أطلق على نفسي أني حزب الله، ما ينفعش، لا يجوز شرعا. ليه؟ لأن ده تزكية، وممكن أنا أغلط، يبقى حزب الله غلط. زي الشيعة، والشيعة دول رافضة ويكفرون الصحابة وينكرون القرآن، وبعدين يقول لك حزب الله، يبقى إيه؟ يبقى كده حزب الله بيعمل غلط، خدت بالك؟ فالبعض حتى أطلق عليهم حزب اللات. تمام؟ فما ينفعش أن أنا أزكي نفسي ولا أقول حزب الله. فقد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا، يعني لا يأتون الجهاد إلا قليلا كما بينا قبل ذلك. أشحة عليكم، يعني أشحة عليكم، في فرق يا جماعة بين الشح والبخل.
البخل أن يبخل بما عنده، والشح أن يبخل بما عند غيره. يعني إيه؟ هو بخيل ما بيطلعش من جيبه لحد، ده البخل. شايفك عاوز تنفق يقول لك لا 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 خلي بالك فلوسك هتخلص، ما تنفقش، مع انه مش مستفيد. يعني انت لما ما تنفقش، هل اللي كنت هتنفقه هتديه له هو؟ مش هياخده. تمام. فهم أشحة على المؤمنين، أشحة عليهم بايه؟ بالمال، بالتعاون في القتال، بنشر الدعوة، بنصرة الدين. أشحة على المؤمنين، أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون، شايف الوصف القرآني، رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. الإنسان المحتضر، وده الصواب، أن أنا أقول المحتضر بفتح الضاد أي حضرته ملائكة الموت، ولا أقول المحتضر لأن المحتضر اسم فاعل، لكن المحتضر اسم مفعول. خلاص. الإنسان المحتضر الذي حضرته ملائكة الموت، عينه تدور يمينا وشمالا من دهشة ما يرى، مناظر أول مرة يشوفها. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى لما حضرته الوفاة قال إني أرى أمامي خلقا ليسوا بإنس ولا بجن، أول مرة يشوفهم، ليسوا بإنس ولا بجن، اللي هم إيه؟ ملائكة الموت. نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين، وارحم أمواتنا أموات المسلمين، اللهم آمين. إحنا بنقولوا إيه؟ أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. اللي بيحضروا الموت بيجيله زي غيبوبة أو غشيان، ها، من سكرات الموت وشدتها. ده الكلام ده في حالة إيه؟ إذا جاء الخوف، لما يجوا الأحزاب. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير. ذهب الخوف، خلاص، سلقوكم، السلق بالسين أو الصلق بالصاد هو رفع الصوت، لعن الله الايه؟ الصالقة والحالقة، ماشي، الصالقة اللي هي ايه؟ التي ترفع أصواتها صوتها بالند والنياح، تمام؟ الصالقة بالصاد والسالقة بالسين. سلقوكم أي رفعوا صوتهم عليكم بألسنة حداد. شايف يا أخي جمال التعبير القرآني؟ كلمة حداد في القرآن دي تساوي إيه عندنا؟ قلة أدب. قلوا أدبهم في الكلام، شتموا، قالوا ألفاظ بذيئة. ربنا يقول ألسنة حداد، والله أبلغ من اللي احنا بنقوله كمان، ومعبرة وفيها أدب، أدب القرآن اللي احنا تعودنا عليه. زي ما ربنا عز وجل قال إيه؟ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها. يا سلام على القرآن يا أخي، يا أخي يا سلام على القرآن. لماذا لا نتعلم هذه الألفاظ أو ما يشابهها لنعبر به عما يتحرج من الكلام به؟ هيكون جميل جدا. يعني أكتر واحد بيعجبني في الموضوع ده الشيخ محمد بن إسماعيل حفظه الله تبارك وتعالى، دايما كده إيه، تعبيرات رقيقة كده ورقراقة كده، يعني يعبر عن مثل هذه الأشياء يعني بألفاظ يعني لا تجرح الحياء ولا تخدش الحياء ولا شيء. سلقوكم دينا أشار جاية من صنعة الحداد مثلا، إن هو حداد من الحدة وهي الشدة، يعني يتأزم بجانبه مثلا، يعني إيه ألسنة حداد، صوت عالي، شتيمة، سوء أدب، خدت بالك، ويتكلموا على انهم ابطال، ولو ذهبنا الى القتال لفعلنا وفعلنا وفعلنا، وساعة الجد مفيش ميكروفونات بس، او زي ما بيقولوا ايه، فنجرة بق، خدت بالك. سلقوكم بألسنة حداد اشحة على الخير، اشحة الاولى والتانية،
إعرابهم إيه؟ حال. أحسنت. حالة كونهم أشحة عليكم، حالة كونهم أشحة على الخير. هنا دي أضافت لي معنى تاني، إن مش هم أشحة عليكم بس، ده أشحة على كل خير، مش عاوزين أي خير لا لكم ولا لغيركم، أشحة على الخير. أولئك إيه؟ يا يبقى ربنا نفع عنهم الإيمان، بس أنتم متعرفوش لأنكم لا ترون إلا إيه؟ الظاهر، ولا يجوز لكم أن تفتشوا عن السرائر، فالله وحده الذي يتولى الإيه؟ هو الذي يتولى السرائر. الله الذي علم السرائر أخبر أنهم إيه؟ لم يؤمنوا. أولئك إيه؟ لم يؤمنوا، مش لن يؤمنوا، لا لم. إيه الفرق؟ إذا دخل على الفعل المضارع تحوله لم يؤمنوا، لم يسبق لهم الإيمان، لكن ممكن بعد كده بعضهم يؤمن، لكن لن تنفي المستقبل، يبقى لم بالميم تنفي الماضي، ها، ولن تنفي المستقبل وتؤكد عدم إيه؟ حدوثه. إنما لما تنفي الماضي وتقرب في المستقبل، يعني لما يدخل الإيمان في قلوبكم، لكن يوشك عن إيه؟ أن يدخل الإيمان في قلوبكم. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، ها، أي لم يجاهدوا ولكن إيه؟ قرب أن يجاهدوا. ماشي؟ طيب، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. ودي تخوف، إحباط العمل. كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يصومون، كانوا يزكون، كانوا يحجون، كانوا يعتمرون، كانوا يفعلون أعمال صالحة، أعمالا صالحة كثيرة، تمام؟ كل هذا يحبط. لماذا؟ لفساد القلوب. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، أي أذهب أجرها عنهم، أبطلها عليهم، ها، وكان ذلك على الله يسيرا. ذلك إشارة، مش كده؟ إلى إيه؟ الإحباط، اللي هو إحباط الأعمال في الآخرة. ده سهل على ربنا، يسير، ها، ولا نصر الله للمؤمنين، ولا نفاق المنافقين ليس له تأثير قوي بل هو تأثيره يسير قليل. كل ده صح، وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. الخوف يا جماعة لما بيتمكن من القلب ممكن يموت صاحبه هو مكانه، خلي بالك. الأحزاب إيه اللي حصل يا جماعة؟ خلاص ماشوا، كل واحد ركب الناقة وشرخ. عيينة بن حصن خد غطفان ومشى، أبو سفيان خد قريش ومشى، خدت بالك؟ بنو قريظة خلاص انتهى الأمر، جاء نصر الله، نصر الله الدين، لكن من شدة الخوف المنافقون إيه؟ يحسبون، يعني يظنون، يغلب على ظنهم أن الأحزاب إيه؟ لم يذهبوا، تمام؟ يقول لك إزاي؟ ده 10,000، معقولة في لحظة يمشوا كده؟ لا، ده أكيد إيه؟ هيرجعوا تاني. أكيد هيرجعوا تاني، ها؟ وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. يعني إيه؟ فرضية، لو عاد الأحزاب من جديد، ها، المنافقون يبوا نفسهم إيه؟ ها، بادون في الأعراب، يا ريتهم في بيوتهم. بادون يعني ايه؟ في البادية، في الصحراء، في الأعراب، وسط الجماعة بتوع الخيم والمعيز والإبل والغنم وكده، بعيد خالص عن المعركة. يسألون عن أنبائكم، يسألون عن أنبائكم، قرأتي يتساءلون، يتناقلون الأخبار، قاعد على الواتس وقاعد على الفيس، هو عاوز يبقى كده فقيه كيبورد،
بس يقعد كده يتابع الأخبار. والأنباء جمع نبأ، والنبأ فيه معنيين: الشيء العظيم والشيء الغائب. واخد بالك؟ فهم بعيد بقى، هم قاعدين في الصحراء بعيد بيسألوا عن الأخبار. زي بالضبط يا جماعة ما يحصل حرب مثلا، دولة كافرة تعتدي على دولة مسلمة، ها نقوم احنا ايه البعض فينا ايه يتابع على الفيس ويتابع على النت ويشوف الأخبار وكده. البعض بيتابع من باب الحرقة على الدين، وده ان شاء الله يكون كتير جدا بفضل الله تبارك وتعالى. لكن لا شك ان فيه البعض موجود ايه بيتابع زي ما يكون بيتابع ماتش كورة، شوف مين اللي هيغلب، مش في دماغه يعني، يعني لا يفرح لنصرة الإسلام ولا يحزن لهزيمة المسلمين، لا هو بتابع الأخبار بس. واخد بالك؟ وممكن يجي في المسلسلات ويعمل منظر كوميدي عليها، كوميدي يعني بيضحكوا كده، يعمل منظر كوميدي على المشهد ده، حاجة صعبة جدا يعني. وإن يأتي الأحزاب، لو فرض أن الأحزاب سيأتون مرة أخرى، هؤلاء المنافقون يودون أن يكونوا في الأعراب في البادية بعيدا عن ساحة القتال وبعيدا عن المدينة بالكلية، حتى إذا يعني اقتحم الأحزاب المدينة كانوا هم إيه خارجها. وإن يأتي الأحزاب ويودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. الجملة دي جملة إيه يا جماعة؟ جملة شرطية. فين أداة الشرط؟ إن. فين فعل الشرط؟ يأتي. فين جواب الشرط؟ يود. خدت بالك؟ وإن يأتي الأحزاب ويودوا لو أن أصلها يودونا، جزمت بإيه؟ بإيه؟ لا ما هو جزمت علامة الجزم. طيب بس كده، يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. طيب ولو كانوا فيكم، لو خلاص الأحزاب رجعوا هم معاكم، ما قاتلوا إلا إيه إلا قليلا زي ما بينا في المرة السابقة. طيب ثم يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الآية دي يا جماعة فيصل، كلام اللي فات كان عن مين؟ عن المنافقين. والكلام اللي جاي بعد كده بعد الآية ديت عن المؤمنين، ها؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب إلى آخر. الآية دي فيصل بين الكلام عن المؤمنين والكلام عن المنافقين، خطاب للجميع. لقد كان لكم أيها الناس المؤمنون والمنافقون، لقد كان لكم في رسول الله أسوة، عاصم أسوة بقية القراء، أسوة بضم الهمزة عاصم لوحده، بقية القراء أسوة بكسر الايه بكسر الهمزة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأسوة الحسنة، يبقى في أسوة حسنة وفي أسوة سيئة، مش كده؟ قدوة يعني، قدوة. خدت بالك؟ زي كلمة إخوة وأخوة فيها القراءتين برضو، تمام؟ أسوة حسنة أي قدوة صالحة. بس من الذي يستفيد من هذه الأسوة الحسنة ويقتدي بها؟ لمن كان إيه؟ يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله يعني يفعل الأعمال الصالحة يبتغي بذلك إيه؟ وجه الله، ويخلص توحيده لله، ويكثر من ذكر الله. يبقى من صفات المؤمنين إيه؟ أنهم يذكرون الله ذكرا إيه؟ كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا إيه؟ كثيرا. ومن صفات المنافقين أنهم لا يذكرون الله إلا إيه؟ إلا قليلا. إن المنافقين يخادعون وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إيه؟ إلا قليلا. فالمنافق قليل الذكر لله سبحانه وتعالى، والمؤمن لا يفطر لسانه عن ذكر الله عز وجل. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه في كل أحوالهم يذكرون الله سبحانه وتعالى، تمام؟
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة وقدوة في إيه يا جماعة؟ في كل شيء، في اتباع سنته صلى الله عليه وسلم، هو أسوتنا وقدوتنا. نعمل كما كان يعمل، إلا ما جاء الدليل بخصوصية له صلى الله عليه وسلم، أو بخصوصية لنا في أعمال إحنا نعملها النبي صلى الله عليه وسلم يعملهاش، في أعمال النبي صلى الله عليه وسلم يعملها إحنا ما نعملهاش. غالب الدين للنبي صلى الله عليه وسلم وليه؟ ولأمته. خلاص كده؟ نعم؟ الزواج تسعة والصدقة. ويبقى هو له يتزوج تسعة لكن احنا ملناش. طيب، وفي نفس الوقت هو ملوش انه يتزوج غير التسعة دول ولا يبدل حد منهم، لكن احنا لنا نتجوز تاني ونبدل الزوجات. لو عندك اربعة تطلق واحدة وتتزوج بكأنها اخرى، خدت بالك؟ اه، مش الا واحدة. طيب احمد ربنا، احمد ربنا عليه. طيب كمان اسوه في ايه يا جماعه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه في كل شيء، في الدين كله. لكن لو ربطنا هذه الايه بالسياق، الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الغزوه دي كان قائدا، صح؟ كان هو قائد المعركه. طيب ايها القاده في جميع المسؤوليات، اقتدوا برسولكم صلى الله عليه وسلم. أي قائد في مكانه لابد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في القيادة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه في القيادة ديت؟ ها، ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ كان ها قليل النوم، كان يصلي ويتضرع لله عز وجل، مش كده؟ طيب كان يتواضع مع أصحابه، فنزل وحفر معهم الخندق وظهر الجوع في وجهه صلى الله عليه وسلم، حتى استضافه جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وبالتالي جاء الجيش كله وأكل، وكانت من المعجزات، من آيات الرسول، من آيات الله التي أيد بها نبيه صلى الله عليه وسلم. القصة معروفة، مش كده ولا إيه؟ معروفة قصة جابر بن عبد الله ولا مش معروفة؟ ها؟ لما يعني ايه قال ذهب الى امراته وقال هل عندك طعام؟ فوالله لقد رايت شيئا لا صبر لي عليه، رايت الجوع في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ليس عندنا الا عناق وصاع من شعير، فادعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلا او رجلين من اصحابه، يعني ما تكترش لنا الاكل شوي. ها، فذهب جابر ودعا النبي صلى الله عليه وسلم، كلمه بينه وبينه وقال صلى الله تعالى انت ورجل او رجلان من اصحابك، ها، فقد صنعت لكم هي طعاما. فاذ بن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا اهل الخندق هلموا فقد صنع لكم جابر طعاما. طبعا جابر سبق النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ايه اسبقني انت، وايه وضع اللحمه في البرمه، وضع ولا تفعل شيئا حتى اتيك، خدت بالك؟ فطبعا ذهب جابر يمشي وخلفه الرسول صلى الله عليه وسلم والجيش، فلقيته زوجته قالت بك وبك، عنفته يعني، ألم أقل لك يعني ادعو الرسول صلى الله عليه وسلم ورجلا أو رجلين من أصحابه فإن الطعام قليل؟ قال والله لقد فعلت، أنا عملت اللي أنت نفذت التعليمات. ما هو الأنصار كانت تغلبهم نسائهم، يعني زي ما السيدة عائشة قالت رضي الله عنها، يعني ماشي. فطبعا ماشي يا عم، احنا عارفين انت ان شاء الله عليك يعني. فطبعا ايه قال والله لقد فعلت، قالت لا عليك هو رسول الله، طمنت كده خلاص، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم عمل كده خلاص، لكن لو جابر هيبقى موضوع تاني رضي الله عنهم جميعا. فطبعا ايه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع اللحمة في البرمة وبصق وبرك وجلس أمام التنور، فراح يعني ينضج الطعام بنفسه صلى الله عليه وسلم، ويدعو عشرة يأكلون ثم يقومون، ثم يدعو عشرة يأكلون ثم يقومون. تقول زوجة جابر رضي الله عنها فوالله لقد أكل الجيش كله وكانوا 3000 وبقي الطعام كما هو، فأكلنا وأهدينا إلى جيراننا. شفت؟
سبحان الله سبحان الله. يعني فهو أسوة قدوة، كان يتواضع ويحفر مع أصحابه، وأنتم تعلمون قصة الكدية، الصخرة العظيمة من المروة، والتي يعني ضرب النبي صلى الله عليه وسلم عليها 3 ضربات وبشرهم بفتح الشام وفتح فارس واليمن والحبشة على بعض الروايات. ها؟ لا، هم كانوا 3 ضربات بس. 3 ضربات كانت واحدة فيهم الشام والتانية فارس والتالتة يا إما اليمن يا إما الحبشة على روايتين. لا رابعة دي مالناش دعوة بيها. تمام؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمان التشاور مع أصحابه، القائد الناجح يا جماعة يشاور أصحابه، ممكن هو يبقى يعني انقدح في ذهنه القرار لكن يريد أن يستخرجه من إيه؟ من أصحابه. زي إيه؟ زي النبي صلى الله عليه وسلم عمل في غزوة الأحزاب برضه. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ بدأ جاب سعد بن عبادة وسعد بن معاذ واستشارهم، سيد الأوس وسيد الخزرج، واستشارهم يعني على أن يصطلحوا مع غطفان ويعطونهم إيه؟ ثلث ثمار المدينة. فشوف الأدب بتاع الصحابة، هو يتكلم مع الكبار. قالوا يا رسول الله أهذا شيء تحبه فنصنعه لك، أم هذا وحي أوحاه الله إليك فنسمع ونطيع، أم هذا شيء تصنعه لنا، أنت بتعمل كده عشاننا؟ قال بل هذا شيء أصنعه لكم، أنا شايفكم خايفين وشايف العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، ها؟ فأردت أن أصنع لكم شيئا. قالوا يا رسول الله والله لا نعطيهم إلا السيف، فقد كانوا لا يرجون أن يأخذوا منا ثمرة واحدة إلا بيعا أو قرض، فلا نعطيهم إلا السيف. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يبقى الظاهر من القصة إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان عاوز كده، بس حب إنه إيه؟ يعيشهم معاه. ودي نقطة مهمة جدا على فكرة، حضرتك لما تبقى مسؤول عن عمل عايش الناس معاك، ما تاخدش قرارات فردية. حتى لو انت هتمرر القرار الفردي بتاعك ده وتقنع الناس بيه او تطلعه من لسانهم ان هم اللي يقولوه، لكن ما تاخدش قرار فردي، لانك هتدع حاجزا بينك وبين الناس. وفريق العمل اللي مع حضرتك لو ما كانش في تناغم بين القائد والفريق وبين الفريق وبعضه سيفشل العمل. خلي بالك، ما تفكرش ان القائد يعني العبقري اللي هو ياخد قراراته ويمشيهم ورا زي الغنم، لا ما ينفعش، ده فشل. لان العمل يموت بموته ويمرض بمرضه ويسافر بسفره. لو مش موجود الاجتماع مش هيتعمل. واخد بالك؟ لو هو مش موجود العمل هيتعطل. لو مش موجود، ولذلك في المانيا بيدوا المدير اجازه اجباريه شهر او شهرين. ليه؟ عشان يشوفوا العمل هيمشي ازاي في غيابه. اذا العمل مشى في غيابه كما كان هو حاضر يبقى بالتالي ده مدير ناجح. اذا تاثر العمل سلبا يبقى ده مدير فاشل. مدير الفاشل اللي بيعمل كل حاجه بايده، بنا ومناول. لكن المدير الناجح اللي العمل يبقى في غيابه بلاش نقوله احسن مما في وجوده، بل على الاقل مثل ما هو موجود تماما. في فريق عمل معاه وكل واحد عارف هيعمل ايه. خدت بالك؟ المدير بس يوجه لكن يعمل بيده من باب التعاون، لكن يبقى في خطه استراتيجيه موجوده شغاله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيشتغل بايده معاهم في الخندق ده يعني تعاون، لكن 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 الناس عارفه الخطه فيها ايه. كل مقسم 40 ذراع على كل 10، كل 10 لهم 40 ذراع، يبقى في خطه موجوده وفي حاجه شغاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيساعد صلى الله عليه واله وسلم. فالقائد كده، القائد الناجح يبقى كده، يتواضع لاصحابه، يشاورهم، يلين لهم، يخفض الجناح معهم، يظهر له انه يحبهم، يظهر لهم انه يخاف عليهم، ويكون حقيقه كذلك. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا.
تمام. طيب ثم يقول الله تبارك وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لما رأى المؤمنون الأحزاب، يبقى الكلام رجع من الأول هو يا جماعة. لما رأى المؤمنون الأحزاب يعني هم لسه جايين بعد ما حفروا الخندق ورأوا الأحزاب. طب مش الكلام يا جماعة كان على نهاية الغزوة خلاص؟ لا، ده بقى دروس، دروس من الغزوة. طب في أول الآيات عن غزوة الأحزاب إيه؟ ربنا بين لنا النتيجة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون. دي نهاية الغزوة، يعني أول آية في حكاية الغزوة جابت النهاية. لأن يا جماعة القرآن مش بيحكي مسلسل عربي 30 حلقة و40 حلقة و100 حلقة و200 حلقة وبعدين يمشي لك بقى يقول لك ده حيي ابن أخطب راح وعمل ويجيبه لك بقى هو في الحصن هو مش عارف ايه ويصوره لك وهو معاه مش عارف ايه وواحدة بيحبها وانا حسبت لك ان انا محمد ده هعمل واخلي فيه وبتاع واسوي وشربه خمرة سوا والقصص الخايبة اللي بيجيبوها دي. وبعدين في الاخر النتيجة فين؟ في اخر حلقة. لا، هو ربنا يعني والله أعلم المراد يريد منا أن نتعلم ونأخذ الدرس والعبرة، مش يريد منا أن نجلس ننظر نشاهد المسلسل ونمصمص في شفاهنا. لا، عاوزك تستفيد من الايه، من الـ من الـ من الـ من القصة. فجاب لك نتيجتها في الأول. طيب، ولما رأى المؤمنون الأحزاب كانت في الأول خالص، يعني قبل بداية الغزوة. نعم، وضعت استهلال مثلا في الآيات كيف؟ بداية سورة الأنفال بيتكلم عن الأنفال على طول مش عن الغزوة والغنائم. الغنائم، أحسنت. هو القرآن كده يا جماعة، يعني تلاحظ فعلا في معظم القصص تلاقي إيه؟ النتيجة الأول يذكرها الأول عشان وأنت بتتابع القصة يبقى أنت إيه؟ عارف الأحداث اللي وصلت للنتيجة اللي أنت عرفتها. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت إيه؟ 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصر رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان الانسان عدو مبين. النتيجه ايه؟ وكذلك يجتبيك ويعلمك من تاويل الاحاديث وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب كما تم على ابوك من قبل ابراهيم واسحاق ان ربك عليم حكيم. خلصت النتيجه كده، بدا يحكي لي القصه وانا مستصحب النتيجه. يبقى كل ما يحكي لي مشهد من القصه وانا عارف النتيجه ازداد يقينا. لكن انا عمال احكي القصه والمشاهد بتاعتها وهتوصل لحد فين ما مش عارف. لا، يبقى انا هبني فكره ازاي؟ مش هينفع. تمام. طيب، ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. الله وعدهم بايه؟ سوره البقره: الا ان نصر الله ايه؟ والرسول صلى الله عليه وسلم وعدهم ايه؟ بفتح ايه؟ بالنصر في الغزوة وفتح ايه؟ البلاد الثلاثة اللي هي الشام وفارس وايه؟ واليمن او الحبشة. هذا ما وعدنا الله ورسوله. طيب يا جماعة، هو انتوا لسه شفتوا اللي ربنا وعد بيه واللي الرسول صلى الله عليه وسلم وعد بيه؟ لكن لا، البدايات تدل على النهايات. مجيء الاحزاب دي بداية، يبقى كده كل اللي جاي بعد كده ايه؟ نفس الترتيب اللي ربنا اخبرنا بيه، وده يقين. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. الله، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. شايف الفرق يا شيخ؟ فرق شديد، فرق ما فيش وجه مقارنة أساسا. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا المنافقون، وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما المؤمنون. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يا سبحان الله، المحنة جاية وبرد وخوف وفزع وجوع وعدم أمن. مفترض ان ده بايه؟ بيهز الانسان وزلزله زلزالا شديدا. لكن دي ما زادهم الا ايمانا وتسليما. ده الفرق يا جماعه بين المؤمن والمنافق. وهذا دليل على ان الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعه وينقص بالايه؟ بالمعصيه. ودي عقيده اهل السنه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال
صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هم عاهدوا ربنا أنهم ينصروا الدين ويقاتلون، زي أنس بن النضر لما ما قتلش في غزوة إيه؟ بدر، فقال لئن إيه؟ أحياني الله حتى أشهد إيه؟ مشهدا آخر ليرن الله ما إيه؟ ما حددش هيعمل إيه؟ عشان ما يديش عهد على نفسه ما يقدرش يوفيه. فلما جاءت غزوة أحد قتل أنس بن النضر في من قتل، ها؟ فلما وجدوه وجدوه فيه أكثر من 80 ما بين ضربة بزيف وطعنة برمح ورمية إيه؟ بسهم، فما عرفته إلا أخته بإيه؟ ببنانه، يا بصوابعه، خلاص جسمه تبهدل من كتر الضربات. فده من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. والرجل الذي جاء ليرمى الأعرابي قال إنما ما تبعتك من أجل هذا ولكن لأضرب هنا فإيه؟ فأقتل. قال صدق الله، إن تصدق الله أصدق. فلما دور في الجيش لقاه مضروب في نفس المكان اللي أشار عليه، قال صدق الله فصدقه الله سبحانه وتعالى. طيب، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم إيه؟ من قضى نحبه. النحب اللي هو إيه يا جماعة؟ منهم ومنهم ومنهم من ينتظر، يعني بعضهم قضى نحبه وبعضهم ايه ينتظر. النحب يا جماعة هو النذر او العهد، تمام؟ النحب هو النذر او العهد، يعني منهم من وفى نذره او وفى بعهده، ومنهم من ينتظر ان تأتيه الفرصة حتى يوفي بايه بعهده. احنا مشهور عندنا فمنهم من قضى نحبه يعني مات، وده تفسير احد التفسيرات يعني، ها؟ لكن مش شرط ان يكون مات، ممكن يبقى قضى نحبه، قضى عهده ونذره ولم يمت، ها؟ ومنهم من ينتظر حتى يوفي بعهده ونذره. وما بدلوا ايه تبديلا، وما بدلوا نفي يعني لم يبدلوا ولم يغيروا فيما عاهدوا الله عليه ولا في مبايعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولا في العمل بالمواثيق التي أخذها الله عليهم وأخذها عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم. وما بدلوا تبديلا، تبديلا دي يا جماعة عربها إيه؟ مفعول مطلق. طيب، كان يكفي في غير القرآن يقول وما بدلوا، لكن تبديلا هذا يعني يدل على أدنى التبديل، إن حتى أدنى التبديل لم يحدث إيه منهم. وفي نفس الوقت هذا تعريض بالمنافقين الذين بدلوا تبديلا كثيرا ليجزي الله الصادقين بصدقهم. ابن نسر عشان الغزوة، يجزي الله الصادقين بصدقهم. ها، كل هذا الذي يحدث في غزوة الأحزاب وغيرها من المواقف من أجل إيه؟ أن يجازي الله الصادقين بصدقهم. حيبان الصادقون من الإيه؟ من المواقف كما بينا قبل ذلك. ليجزي الله الصادقين بصدقهم خير الجزاء. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين إيه؟ صدقهم، تمام؟ وفي الآيات قبل ذلك الآية رقم 8 ليسأل الصادقين إيه؟ عن صدقهم. وفي سورة الأعراف فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. هنا بيطمنهم ليجزي الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. يعني إيه المنافق ده؟ إما إنه يظل على نفاقه حتى يموت وبالتالي يستحق ليه العذاب، وإما أن يتوب الله عليه قبل إيه أن يموت فينجو من الإيه العذاب، ها؟ ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ثم يقول الله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. يعني إيه؟ الكفار الأحزاب ردهم الله
ردهم الله بغيظهم، يبقى ردهم ادي الهزيمه، بغيظهم ما امتلأت قلوبهم من الحقد والغل على الاسلام بسبب انهم ايه جاءتهم الريح والبرد وكده ورجعوا خائبين، انهم قعدوا اكتر من 20 يوم او حتى شهر على روايتين، وبعدين عاوزين يقتلوا، خدت بالك؟ وبعدين في الاخر لم يتمكنوا من ذلك ويرجعون مهزومين مخذولين، وبغيظهم لم يشفوا غليلهم، كان خلاص حاطين امل ان هيستأصلوا شقفة الاسلام والمسلمين ويبقى خلاص ايه قصة من قصص الف ليلة وخلصت انتهت. لكن سبحان الله، ودي يا جماعة يعني برضو درس لنا ان 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 الامر بيد الله مش بيد اي احد. يعني لو بالترتيب البشري او يعني بالتخطيط البشري لا، المسلمين انتهوا من زمان، لكن تدبير الله عز وجل فوق كل تدبير كما يقولون. تمام. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. حاجة عجيبة جدا، يعني دي غزوة وكبيرة والأحزاب، ومع ذلك المؤمنون ينصرون ولا يقاتلون. طبعا القتال في الجملة، وإلا حصلت بعض المناوشات كما بينا. وكان الله قويا إيه عزيزا. خلاص. طيب بعد كده اتكلم عن غزوة بني إيه بني قريظة. عاوزين بسرعة كده يا جماعة الدروس المستفادة من الآيات من أول قد يعلم الله المعوقين لغاية إيه نهاية الغزوة. وكان الله قويا عزيزا، يعني قويا قوة ليس بعدها إيه قوة، وعزيزا فلا يغلب ولا يمانع. يلا بينا اتفضل. فتح الله سبحانه وتعالى باب التوبة للمنافقين أو يتوب عليهم. أحسنت، جزاك الله خيرا، فتح باب التوبة للمنافقين، ممتاز، اتفضل يا شيخ. ثقة المؤمنين في وعد ربهم بقول المؤمن لأخيه كذبت. نعم، ثقة المؤمنين في وعد الله لهم. تمام. لا يخلو زمان من المثبطين. لا ده ولا زمان ولا مكان، لا يخلو زمان من المثبطين، أحسنت. كل العلمانيين والنضالين اخسأوا. الله عز وجل يعني قل لهم أنت. فعلا جزاك الله خيرا، لأن يعتبر أكبر نفاق اليوم موجود نفاق العلمانيين والليبراليين للأسف الشديد. نعم. بالراحة بس. ايه كلام الايجابي ان المؤمنين قالوا صدق الله ورسوله، التعامل بايجابيه في الازمات. جميل. انما اجتمع صفات السوء في الانسان كره الخير للناس. انما اجتمع ايه صفات السوء او صفات الشر. ها فكره الخير يعني للناس، يعني كره المنافقون الخير وشحوا به لاجتماع الصفات الايه الشر فيه. نعم. لا بالراحه بس، بالراحه. تفضل. بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيكسر القدية حاجة من القدية، الحمد لله ملكتم مفاتيح اليمن، أعطيتم مفاتيح اليمن وأعطيتم مفاتيح. نعم جزاك الله خيرا. فعلا التفاؤل، التفاؤل ها في شدة الأزمة، يعني لما تشتد الأزمة الإنسان إيه ما ييأسش، يتفاؤل يتفاؤل. الثبات على العهد مع الله عز وجل. الله ولي الذين آمنوا. القائد الناجح هو الذي يشرك الجميع. القائد الناجح هو الذي يكون بين ايه بين جنوده. نعم. من ساهم في القرار ساهم في نجاحه. من ايه؟ من ساهم في القرار. احسنت، من ساهم في القرار ساهم في نجاحه. فعلا سلمان هو ساهم في القرار موضوع الخندق، وبالتالي كان من اجلد الناس واقواهم. نعم. التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والتزام سنته في كل شيء. التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والتزام سنته في كل شيء. نعم. شيخنا المنافقون يخللون الانتصار ويهولون الهزيمة. فعلا المنافقون يضخمون مسألة بقى الإعلام بقى، يضخمون الايه الهزيمة ويقللون من شأن الانتصارات. نعم. أخوة الإيمان أقوى من رباط النسب. أخوة الإيمان أقوى من أخوة النسب، هذا عند التعارض، لكن لو الاثنين مع بعض يبقى خير على خير. نعم. كلما اشتد الكرب اقترب الفرج. نعم. عند الازمات تظهر معالم الرجال. نعم عند الازمات ما شاء الله عليكم صراحه، ده كده انا اللي بتعلم الدرس فعلا. جزاكم الله خيرا، عند الازمات تظهر معادن الرجال. نعم. ليس كل ذكر رجل. نعم احسنت. والمنافقون ذكور فعلا لكن ليسوا رجالا. من المؤمنين رجال. احسنت، ممتاز، درس جميل. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم علامة فاصلة بين النفاق والإيمان الصادق. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم علامة فاصلة بين النفاق والإيمان الصادق. نعم.
العبره ليست في المسميات ولكن على المعنى الاجتماعي. يعني كلمه حزب ليس المقصود بها المسميات ولكن الاجتماع على اي شيء يسمى حزبا. نعم. الثبات على الحق حتى الموت. الثبات على الحق حتى الممات. نعم. نتعلم من الشدائد ايه؟ اكثر من الرخاء والنعم. يعني من الرخاء والنعم فعلا، يعني بلاء الرخاء اشد من بلاء الشده. صفات الرجوله. صفات الرجوله. نعم. التأكيد على مسألة الولاء والبراء. التأكيد على مسألة الولاء والبراء، إن هذه المواقف فعلا متبين من له ولاء للإسلام ومن له عداء للإسلام بباء. شدة حب الصحابة للنبي لقول جابر رضي الله عنه رأيت شيئا. نعم أحسنت، شدة حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، الدليل على ذلك فعل جابر. نعم. باب التوبة مفتوح على مصراعيه. للكل، باب التوبة مفتوح على مصراعيه للكل. نعم. بركة النبي صلى الله عليه وسلم. بركة إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نجاه وفق للدين بحرب. نعم نعم أحسنت. كلما ارتفع الصوت دل على الضعف. كلما ارتفع ليه؟ الصوت سلقوكم بأسئلة الكتاب. دل على ليه؟ على الطعن. نعم. الضعف يا سيدنا، على الضعف. على الضعف؟ اللي صوته عالي بيدل على ضعفه فعلا. طيب في درس مهم يا جماعة. إثبات المعجزات الحسية. إثبات المعجزات الحسية، جزاك الله خير. في درس مهم خالص اللي هو إيه يا جماعة؟ الاستبشار عند شدة الأزمة وعند سب النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ في شدة الأزمة النبي صلى الله عليه وسلم كسر الصخرة وهم حاطين أحجار على بطنهم من الجوع والخوف والبرد، ومع ذلك يبشرهم بفتح الشام وفتح اليمن وفتح فارس وفتح الحبشة. وأيضا خد بالك الموقف ده لما راح سعد بن عبادة وسعد بن معاذ لبني قريظة يتأكدوا من حكاية الغدر، قالوا فرأيناهم على أخبث شيء وشتمونا وسبونا ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإيه؟ ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لما رجع سعد السعدان رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له عضل القارة وأخبروه بالموضوع اللي إيه؟ السب للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. الشيخ الإسلام ابن تيمية بيستنبط منها إيه؟ بيقول إن مدام وصلوا لمرحلة سب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى قرب الإيه؟ النصر. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله كان إذا دخل في غزوة وسمعهم يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم استبشر بقرب النصر، لأن خلاص مدام وصلوا لمسألة سب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى خلاص كده إيه؟ اقترب النصر عليهم، سينتقم الله عز وجل إيه؟ لنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. أفرغهم ما في وسعهم. نعم. لا، غير أفرغهم ما في وسعهم كده السب للنبي. والله عز وجل إيه؟ لا يرضى لنبيه ذلك. ولذلك يا جماعة كل من سب النبي صلى الله عليه وسلم أرانا الله فيه العبرة، أو سيرينا، من لم يرنا فيه العبرة سيرينا. وده إحنا شفنا الرجل بتاع المجلة الفرنسية كيف مات، ها، وغيره وغيره. تمام. فالله عز وجل ينتقم ايه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فاذا كان هناك معركه بين المسلمين والكفار ووصلوا الى مرحله سب النبي صلى الله عليه وسلم، هنا سيتدخل الله عز وجل وينتقم لنبيه صلى الله عليه وسلم. طيب في استفسارات حول الايات؟ استفسارات حول الايات. سلقوكم رفع الصوت والالسنه الحداد اللي هي شديده الايه؟ النقد. النقد. تمام؟ شيخ. نعم. على ما حدث من المنافقين في غزوة أحد والخندق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ معهم موقفا حزينا. لأن دول محزومين على الدعوة. الأخ بيسأل بيقول إن المنافقين لهم مواقف كثيرة مشينة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ ضدهم أي إجراء يعني بقوة. ليه؟ لأن دول من النسيج الوطني. فلو حصل معهم أي إجراء ها سترعد لهم انوف. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ لما اشاروا عليه بقتل عبد الله بن ابي قال سترعد له ايه؟ انوف. وفي روايه ثانيه قال لا حتى لا يتحدث الناس ان محمدا ايه؟ يقتل اصحابه. خدت بالك؟ نعم. لماذا قال الله عز وجل ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا؟ لا عاوز ايه السؤال يعني؟ ما الحكمة في قوله خيرا هنا؟ يعني
ده سؤال ممتاز. سؤال الأخ بيسأل بيقول لماذا قال الله عز وجل لم ينالوا خيرا مع أن الذي يريدونه شر؟ ها؟ ورد الله الذين كفروا بغيظهم، ردهم هزمهم بغيظهم فيما في قلوبهم من حقد، لم ينالوا خيرا في ظنهم. في ظنهم هو الواحد يا جماعة اللي بيسعى لشيء مش بيظن انه ايه انه خير، ده ظنه هو. فأكلمهم الله بظنهم لم ينالوا خيرا، وممكن لم ينالوا مالا لانهم كانوا جايين عشان ايه يعني يستأصلوا شافة الإسلام ويرجعون بالأموال والنساء والذراري وكده، فلم ينالوا خيرا أي مالا، والله أعلم. نعم. أبو جهل يا شيخنا كان يقول اللهم عليك بأقطعنا للرحم، فهو يظن أنه على خير لأنه أكثر من محمد صلى الله عليه وسلم. والله هو يعني وجحدوا بها إيه أكثر واحد كان عارف الحق أبو جهل، لكنه كان وكابر عصبية والعياذ بالله، لغاية لما استشرى به الأمر وبدأ يدعو فجاءت الدعوة عليه لا له. نعم. طيب أين نحن من الآيات؟ طبعا الآيات دي خصبة جدا وبتساهم في العمل الدعوي بشكل كبير جدا. ها؟ قد يعلم الله المعوقين منكم يا جماعة. ها؟ نعم. قد يعلم الله المعوقين منكم، في ناس بتعطل الخير، ها، بالعمل للدين بيحطه في طريقه العراقيل. ازاي؟ هو مثلا موجود في مكان وبعدين ما بيشتغلش، ما بيعملش في خدمة الدين، وبعدين لما حد يشتغل تقوم قائمته ازاي وتعمل وتخلي، طب استأذني، طب حاضر يا عم هستأذنك، لا ما تشتغل، ما انتش عامل، معوق، معوق للخير. طب اشتغل يا عم، اعمل انت. ها؟ والقائلين لاخوانهم هلم الينا ولا ياتون الباس الا قليلا. يعني ايه؟ هو بس زي ما بيقولوا كده، لا منه ولا كفايه شر. لا هو اللي بيخدم في الاسلام ويخدم الدين وبينشر الدعوه، ولا هو اللي سايب غيره يشتغل. واخد بالك؟ ومشاكل كتير بتحصل بسبب هذا الامر. مش كده ولا ايه؟ طبعا كل واحد فاهم اللي عنده واللي في مكانه. هم ولا يأتون البأس إلا إيه؟ إلا قليل. جهودهم في الدعوة ضعيفة جدا، لكن يثبطون ويعرقلون ويعطلون الأعمال الدعوية بحجة الأمور الإدارية. ونحن لسنا ضد الإدارة، ولكن الإدارة هي تيسير الأعمال، فإذا كانت الإدارة معرقلة للأعمال فبئست الإدارة. تمام؟ طيب. ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور عينهم. أول ما الأمر يبقى فيه شدة وتضييق ما تلاقيهوش، ما تشوفهوش، خدت بالك؟ بعد، خدت بالك؟ طيب. فإذا ذهب الخوف، تعالى أنا اللي مؤسس الدعوة وأنا اللي عملت وأنا اللي خليت وأنا اللي سويت، وفلان ده التزم بسببي، وفلان ازاي يبقى اعلى مني، وازاي هو يمسك كذا وانا ما امسكش كذا، وازاي كذا وازاي كذا وايه. طب يا جماعه الموضوع هيرجع تضييق تاني، بص ما تلاقوش تاني، يقول لك انا معاكم دعوه بس. واخد بالك؟ انت مالكش دعوه طبعا. طيب. هلم ولا ياتون الباس اشحه عليكم، فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك تدور عيونهم كالذي يغشى عليه من الموت، فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنه حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. ها؟ مسألة الخوف يتملك من الإنسان. يا عم الدنيا شغالة، الدنيا مفتوحة، اشتغل. يقول لك لا مش ممكن ده، يا عم الله يهديك، ده فرصة وجت، لا ده هيرجعوا يعملوا تاني. واخد بالك؟ ودايما هو ايه، يخوف نفسه، خوف نفسك بنفسك، حملة تخوف نفسك بنفسك. واخد بالك؟ مشكلة دي، مشكلة دي اللي هو بيتوهم أشياء كثيرة جدا. وكم عطلت التوهمات والتخوفات أعمالا دعوية كثيرة. وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. يعني إيه؟ لو حصل تضييق أو شدة، ها، يتمنى هؤلاء، يكونون بعيدا طبعا،
ويتابعوا كده الأخبار كده من بعيد لبعيد، ولو كانوا فيكم لو موجودين في العمل ما شاركوا إلا مشاركة يسيرة جدا، ما قاتلوا إلا قليلا. أين نحن بقى من الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ عاوزين الآية دي يا جماعة كل واحد فينا أما يروح كده ورقة وقلم ويشوف كده هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقارن بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبين اللي بيعمله هو، ويشوف هو هاخد كم في المية من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته وتقريراته صلى الله عليه وسلم وصفاته الخلقية. تمام. من المؤمنين رجال، طبعا هتجيب بقى صفة الرجال في القرآن والسنة، شوف حضرتك منهم ايه. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، رجل من أقصى المدينة، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قد نعفى ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال رجلان من الذين يخافون. هتشوف بقى انت صفات الرجال وتشوف تعرض نفسك عليه. فمنهم من قضى نحبه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يا ترى يا جماعة احنا ابتداء عاهدنا الله على شيء؟ طيب وما عاهدنا الله عليه هل صدقنا فيه؟ وما بقي مما عاهدنا الله عليه هل ننوي أن نصدق فيه؟ فمنهم من وفى ومن وفى فأجره على الله، ومنهم من ينتظر وفاء ثم يقول الله عز وجل ليجزي الله الصادقين بصدقهم حين تقوم القيامة. سأكون في أي جمع أنا؟ هل في جمع الصادقين وأنال الجزاء معهم، أم في جمع آخر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليه. هل آمن على نفس النفاق؟ هل أنا أأمن إن أنا في يوم القيامة أجد نفسي في جمع المنافقين والعياذ بالله؟ الواحد يخاف على نفسه يا جماعة. وده التعامل الصحيح مع القرآن، أن الصفات الحميدة المذكورة في القرآن ها تتهم نفسك بالإيه؟ بالتقصير فيها وتجتهد في إتمامها، وأن الصفات الذميمة في القرآن تتهم نفسك بالإيه؟ بالوقوع فيها وأن تجتهد في إيه؟ في التخلي عنها. كده تعرف تستفيد من القرآن. ولذلك سيدنا عمر سيدنا حذيفة سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب آخر شيء بقى عشان الشيخ يدخل يديك المحاضرة، أكثر آية تأثرت بها في هذه الآيات؟ صدق الله ورسوله. صدق الله ورسوله، ولماذا؟ لأن يعني الواحد بعد كده يتعامل مع هذه الآية يعني بيقين التسليم التام التسليم التام. جزاك الله خيرا. حد تاني عنده آية تانية؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. طب ايه لماذا يعني لماذا؟ أنس بن النضر. نعم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لماذا؟ هو الأسوة في كل شيء. نعم هو الأسوة في كل شيء. ليسأل الصادقين، لا ليجزي الصادقين، ان اللي يسأل الصادقين سابقة مش معانا في الآيات دي. ليه لماذا؟ هول يوم القيامة جزاء الله. نعم هول يوم القيامة. طيب يعني جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.